في 31 اكتوبر من كل سنه يا جماعه في حوالي 21 دوله حول العالم بيحتفلوا بمهرجان او عيد يسمى الهالوين، ومن اهم الدول اللي بتشارك في المهرجان ده دول زي امريكا والمملكه المتحده وروسيا والصين. الغريب مش انهم بيحتفلوا بالهالوين ده يا جماعه، الغريب هي طقوس الاحتفال ده اصلا، ازياء غريبه ومريبه وحفلات تنكريه غريبه ومريبه برضو، افلام وقصص الرعب بتملا السينمات والمواقع، ده غير ثمرة اليقطين اللي بنحتوها بأشكال مرعبة وغريبة برضو. طيب ليه بيعملوا كده، أو ليه الاحتفالات بتاعتهم مرتبطة بطقوس الرعب والخزعبلات دي؟ ده اللي هنعرفه خلال الحلقة دي إن شاء الله. أصل احتفال الهالوين يا جماعة كان في الأساس احتفال خاص بشعب اسمهم الكلت أو السلت، دول أقوام زيهم زي المغول في آسيا أو الهنود في الهند أو مثلا العرب في جنوب غرب آسيا. المهم الناس دول كانوا بيعيشوا في شمال شرق أوروبا قبل أكتر من 2000 سنة، موطنهم بالتحديد كان في إيرلندا والمملكة المتحدة وشمال فرنسا. المهم يا جماعة الناس دول كان عندهم اعتقاد غريب جدا، وهو إن كان في اعتقادهم إن اليوم الموافق ل 31 أكتوبر من كل سنة هو نهاية السنة بالنسبة لهم. طيب ليه اليوم ده بالتحديد هو نهاية السنة بالنسبة لهم؟ أنا أقول لك، لأن اليوم ده بالتحديد كان اليوم الفاصل بين فصل الصيف وفصل الشتاء، فكان في اعتقادهم إن اليوم ده هو نهاية سنة وبداية سنة جديدة، يعني 31 أكتوبر من كل سنة ده كان عندهم بمثابة رأس سنة جديدة. ولكن الاحتفال ده يا جماعة ما كانش بالنسبة لهم احتفال رأس السنة بس، لا هم كان عندهم اعتقادات تانية مرتبطة باليوم ده أكثر غرابة. اليوم ده كان بالنسبة لهم يوم يربط بين عالم الأحياء وعالم الأموات، يوم بتقدر ترجع فيه أرواح الموتى للأرض على هيئة أشباح، يعني يوم يعتبر تحرر لأرواح الموتى من العالم الآخر، فكان ده بالنسبة لهم يعتبر يوم مرعب، وكانوا بيعتبروه يوم الأشباح والأرواح والموت، وفي نفس الوقت اليوم ده كان بيمثل لهم نهاية سنة وبداية سنة جديدة. فمع مرور الأيام يا جماعة كان الناس في المنطقة دي اخترعوا فكرة جديدة وقتها، وهي إنهم يتجمعوا ويشعلوا النيران أمام منازلهم ويحرقوا اللي باقي من محاصيلهم الزراعية اللي زرعوها في فصل الصيف، وكمان يحرقوا بعض الحيوانات، وكانوا بيعملوا كده كنوع من التضحيات أو القرابين اللي بيقدموها للآلهة بتاعتهم عشان ما تغضبش عليهم، أو تضحيات من أجل موتاهم برضو. يعني ببساطة كده اللي عايز أقوله لك، الناس دول في اعتقادهم إن اليوم ده بالتحديد هو رأس السنة، يوم بترجع فيه الأرواح للأرض على هيئة أشباح عشان تأذيهم، ويا إما يشعلوا النيران ويقدموا القرابين للآلهة بتاعتهم، يا إما الأشباح دي هتغضب عليهم وتقتلهم أو تخلي السنة الجديدة قاسية ومرعبة عليهم. بس يا سيدي هو ده كان أصل احتفال الهالوين قبل أكتر من 2000 سنة. ولكن يا جماعة دي مش النهاية، سنة 43 ميلاديا غزت الإمبراطورية الرومانية غالبية أراضي أوروبا بما فيهم وقتها أراضي شعب الكلت دول. فمع مرور الأيام اختلطت احتفالات الرومان باحتفالات الكلت، ومع مرور السنين برضو يا جماعة وبعد حوالي 600 سنة كان في الوقت ده انتشر الدين المسيحي في أوروبا، وفي نفس الوقت كان في احتفالات للشعب الأصلي اللي هم الكلت، وفي نفس الوقت كان في احتفالات رومانية. فوقتها قرر البابا غريغوري الثالث في روما ان بدل الناس ما تحتفل كل سنة في 31 اكتوبر بمهرجان الهالوين وتحتفل بالعيد المسيحي اللي هو عيد القديسين في 13 مايو من كل سنة، قرر انه يجمع الاحتفالات على بعضها، فاما حدد 1 نوفمبر من كل سنة احتفال بعيد القديسين، وكان هدفه من كده هو يلهي الناس في الاحتفالات الدينية بدل الناس ما تحتفل وتتلهي في الاحتفالات الوثنية اللي ملهاش اصلا في الدين المسيحي. بس يا سيدي مع مرور الايام قدرت الكنيسه انها تبدل الاحتفال ده وتلهي الناس من احتفال وثني لاحتفال ديني خاص بالكنيسه، وبدات الناس مع الوقت تنسى هذا الاحتفال وتتحمس اكتر وقتها للاحتفال بعيد القديسين، وتقريبا كانت اصبحت الناس انها تنسى الاحتفال الوثني ده، وكان يقتصر تقريبا على الناس اللي توارثت الاحتفال ده عن اجدادهم لحد بدايه القرن ال17. في الوقت ده يا جماعة كانت ظهرت أمريكا، وحصلت وقتها هجرة كبيرة من سكان إيرلندا ونقلوا معاهم احتفالاتهم اللي ورثوها عن أجدادهم في إيرلندا لأمريكا، وبدأوا في أمريكا يقوموا احتفالاتهم الخاصة بالهالوين، وكانت الاحتفالات دي في أمريكا تقتصر على المهاجرين الإيرلنديين، وبعد كده تناقلت الاحتفالات دي من المهاجرين للهنود الحمر اللي هم كانوا سكان أمريكا الأصليين. بس يا سيدي طبعا زي ما انت فاهم أمريكا بتستغل أي حاجة بشكل استثماري، دولة من بداية نشأتها
اي حاجه تيجي في سكتها لازم تستغلها استغلال استثماري، سواء عيد سواء عزاء سواء جنازه، اي حاجه تيجي في سكتها لازم تستغلها استغلال استثماري. قدرت امريكا تحيي هذا الاحتفال بعد ما كان تقريبا شبه معدوم او شبه منحصر بين ناس قليلين، قدرت تحيي الاحتفال ده بعد ما تقريبا كان مقتصر على سكان بعض المناطق، ولكن امريكا ما حيتش الاحتفال ده بهدف انها تفرح الناس، لا امريكا حيت الاحتفال ده بهدف استثماري. يعني مثلا لو قلت لك ان امريكا بتنظم الاحتفالات دي بحوالي 10 مليار دولار امريكي مش هتصدق. بيصرفوهم على ايه بقى؟ على الافلام والقصص الرعب والازياء الغريبه والاحتفالات اللي في الشوارع، حاجات ضخمه جدا. انا يعني بكلمك على 10 مليار، 10 مليار دولار امريكي اقتصاد دوله بيه. المهم في نهايه الحلقه اللي عايز اقوله لك ان ده كان قصه احتفال الهالوين، احتفال من اكتر من 2000 سنه واندمج مع احتفالات تانية، وبعد انحصاره احياته امريكا بهدف استثماري، لان زي ما انتم عارفين الناس دي ما بتضيعش اي فرصه تجيب لهم فلوس. وانا كمان زي امريكا عايز اقول لك ان ما بحبش اضيع فرصه. انا من اول الحلقه عايز اقول لك اعمل لايك واعمل شير واعمل سبسكرايب وخش على القناه، يمكن حاجه تعجبك جوه. خد لك لفه في القناه، ولو انت على اي منصه تانية خارج يوتيوب روح على يوتيوب واعمل سبسكرايب واعمل لايك واعمل شير، ويا ريت تتاكد انك بتعمل لايك لكل الحلقات عشان احبك. بس يا سيدي خلصنا الحلقه.